توفي منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا. وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ودخل على إثرها إحدى مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة. الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.